السلام عليكم. سمك مشوي بالبردقان والعسل الطريقة مميزة، رح تنسي تتبيلتك وتعتمدي هاي الطريقة. نحكي بسم الله وأخبركم على الأدوات والطريقة. بركاته من البحر، اليوم رح نعمل أكل كتير زاكية. السمك ألي بلك. هلا هدول السمكات أنا اخترت حجمهم، كانوا كتير كبار، بس صراحة لما اشتريتهم البياع جزهم جز، سلخهم سلخ. ان شاء الله اليوم رح اعملكم السمك بطريقة يعني كتير زاكية وكتير سهلة وصحية. رح اعملهم اليوم السمك بالعسل، اعمل اليوم سمك بالعسل والبرتقان، سمك العسل والبرتقان. طبعا السمك دائما بيحتاج البهارات البيضة. هلا البهارات اللي انا رح استخدمها، اول اشي رح استخدم الفلفل الاحمر، رح استخدم كمان بهارات اللي هي الخضار المجففة، وراح استخدم بصل باودر، واخر اشي راح استخدم الملح. هدول ما راح استغني عنهم لبهارات السمك. واكيد بحتاج للثوم المهروس، راح اهرس ثومه عشان يعطي السمك طعم كتير زاكي وكتير مميز. خلينا نحكي بسم الله واخبركم عن طريقه بهارات السمك، واليوم راح اعمله سوي، ما راح اقلي قلي. يلا نحكي بسم الله. هلا هذا السمك خالي من الحسك، البياع شاله تماما مثل ما انتم شايفين، مغذى باللحمه، لحمته ما شاء الله هبرته. وعندي هون سمكه حجم ثاني. هلا راح احط البهارات اللي حكيت لكم اياها واديرها على السمكات، ودائما نحكي بسم الله علشان الله يبارك بالاكله. راح ادير الملح، بعدين أدير البصل الباودر، وأحط البهارات المجففة والفلفل الأحمر. بسم الله رح أدهنها من برا ومن جوا. طبعا كمية البهارات بترجع لكم، بس الأفضل إنه ما نحط كتير بهارات علشان نستفيد من اليود الموجود بالسمكة. راح أحط كل البهارات من كل الجوانب. بإمكانكم تزيدوا البهارات، تقللوها حسب رغبتكم، بس هي أغلب البهارات السمك بهارات بيضة. هلا رح أجيب التومة وأهرسها، يلا ندقها مع بعض. هلا أنا هيك دقيت التومة، رح أجيبها وأدهنها جوا بطن السمكة. أي أكل بتدخل فيها التوم بعطيها طعم عن جد مميز، يعني عدا إنها فائدة وطعم وريحة عن جد حلو كتير. هلأ بعد ما حطيت التومة رح أجيب العسل، وإن شاء الله كل أيامكم تكون حلوة مثل العسل، ورح أحطها على السمكات. يلا أورجيكم كيف. حط مقدار معلقة مثل هيك، طبعا هذا إشي اختياري الأكل، ما بقدر إني أحكي هذا صح أو هذا غلط، ما في شرطي بيحكم على الأكل، أنتوا أسياد الموقف وأصحاب القرار. هذا العسل رح يعطيه طعم، رح يبين متى لما نطلع من الشوي، لما يطلعوا السمكات من الشوي رح يبين طعم العسل، يعني العسل رح يكون ممزوج بالبهارات اللي أنا حطيتها مع الثومة، رح يعطيها طعم مميز. المهم إنه إحنا ناخد الفائدة الموجودة بالسمك. وهلأ رح أحط اللمسات الأخيرة للسمكات
يلي هي البردقان، رح اعصرها قدامكم. هلا انا هاي حبه كامله قسمتها نصين، انا تقريبا رح احتاج نص حبه. في ناس بحطوا ليمون بيعصر ليمون، هذا كمان اشي ما بنقدر نقول انه غلط. انا هيك عصرتها من الجوانب، يعني تخيلوا عسل وبردقان، يا سلام. هاي الاكل كتير سهلة كتير سريعة، بتنقذك اذا اجاكي مثلا ضيوف فجأة، عزومة. بس انا بحس انه اغلب العزايم ما بفضل السمك، انتو شو رأيكم؟ هلأ هذا اللب ما رح اكبه، رح استفيد منه واحطه على وجه السمكة مثل هيك، او بقشره كمان رح استفيد بقشره احطه هيك. مثل شرائح موجودة. في كمان بإمكانكم تغرزوا السمكة بالتومة. البهارات يعني ما بقدر أقولكم هذا صحيحة أو هذا غلط. هلا رح أخليها تتشرب وتنقع بالبهارات يلي أنا استخدمتها، وبعد ما تتشرب وتتنكه 100% رح أحطها جوات الفرن ونقولها على صينية تانية. علشان هيك رح اترككم شوية ونرجع نشوف كيف السمكات، والف صحة وهنا رح ارجع لكم. وهلأ السمكات بالفرن وقرر رح اطلعهم لانهم استووا. عن جد لون ذهبي، بسم الله ما شاء الله، ريحة كتير طيبة. بتمنى تجربوا هاي السمكة، مو علشان عملتها، علشان لازم تعملوها. رح اترككم على المنظر النهائي، والف صحة وعافية، والله يديم علينا وعليكم نعمة الاكل.